بطاطس وهنعملها في الاير فراير بتاعتنا. البطاطس دي جميله جدا، مش هنحتاج ان احنا نقليها في الزيت ولا حاجه. وهوريكم هنعملها ازاي دلوقتي. ديت الكيس دوت جبناه عباره عن 125 جرام، ممتاز جدا، عاليه جدا يا جماعه. خالي من السكر، يحتوي على سكر مضاف، اجمالي الكربوهيدرات 25 جرام يعني 10% كربوهيدرات. الالياف الغذائيه 2 جرام يعني برضو 10%. كوليسترول زيرو، دهون زيرو، مفيهوش دهون خالص. دلوقتي هنفتح الكيس بتاعنا. الشكل ده كده، وهنفتح الاير فراير بتاعتنا على 180 كده، 180 درجة كده. هنفتحها بالمعجون ده كده، هنحطه، هنفضي فيه البطاطس بتاعتنا بكل سهولة. ممكن أي حد يعمله سهل، بس مش هنحطه مرة واحدة عشان يقرمش، ونجهزه كده شوية بالمنظر ده كده. نقفلها، نشغل الاير فراير بتاعتنا بالمنظر ده كده. هنحطها في الجهاز بتاعنا كده ونقفل كويس. هنظبط التايم، هنظبط درجة الحرارة الأول على 180، بعد كده نظبط التايم على 15، خليها 20، من 15 ل 20 دقيقة، وتكون معانا ايه احلى بطاطس. هنولع الطاسة هنا. طبعا المنتج ده يا جماعة ممتاز جدا جدا جدا، ده ستريبس دجاج الحار، طبعا دي شركة امريكانة، كل حاجات امريكانة ممتازة يعني، جربوها على ضمانتي، كل حاجات امريكانة ممتازة. طبعا استنى لما الزيت يتقل شوية، وطبعا هجربوها لكم برضو في الاير فراير. انا بعمل دوت للناس اللي هي ما عندهاش اير فراير، بنجربها فبنقليها في الزيت فبنحطها بالمنظر ده كده. تمام هنا كده. وبعد ما نخلص البطاطس ان شاء الله هنحط برضو شويه في الاير فراير، نجربه نشوف هيطلعه ايه، هل هو هيطلعه ناشف، هل هو هيطلعه كويس، هنشوف. فهنحط كده شويه كده بالمنظر ده كده. طبعا انا بحطها ان هي مجمده يعني هي متفرزه زي ما جبناها بالظبط كده. هنروح ايه حاطينها كده بالشكل ده. تمام. طبعا احنا مش هنقلبها دلوقتي لغايه لما تاخد وش تحت شويه، بعد كده نبقى نقلبها. هنجيب كلينكس، نجيب ورقه كلينكس دلوقتي، ها هنحط على نطلع على الكلينكس. نجيبه كده بالمنظر ده كده كده. حاجات سهلة وسريعة تنفع الولاد، والولاد بيحبوها. بس المنتج ده جربوه وعلى ضمانتي. بالشكل كده هنقلبه ياخد لون على الوش التاني، الناحية التانية كده اهو كده. المنظر ده أسرع حاجة ممكن تعمليها للولاد. تقدمي مع كاتشب، مع تومية، مع مايونيز، هيعجب الأطفال جدا، هيعجب الكبار جدا بالمنظر ده. أهو كده يا جماعة، نفضل نقلب فيه لغاية ما يدينا اللون الذهبي كده بالمنظر ده، ويقرمش معانا كده كده اهو كده.
كده بالمنظر ده كده بالشكل كده. نجيب طبق ونحط عليه الكليمكس كده بالمنظر ده، ونبتدي بقى نطلعه. لغايه ما يقرمش، يعني خليه لغايه ما يقرمش، مجرد ان هو يقرمش ياخد اللون الذهبي كده نروح مطلعينه. طبعا انا مش عايزه اقول لكم الاستريبس ده تحفه. نوطي شويه بس عشان النار ما تبقاش عاليه قوي كده. نحطه على الكليمكس عشان يشرب الزيوت كلها بسرعه منه. هو ما بي... طبيعه المنتج ما بيشربش زيت كده. هنكمل ونرجع لكم تاني. تنهزها كده عشان تتحمر من جميع الجهات بالشكل ده كده. نحطها تاني تكمل، لسه ما وصلناش ليها. نطلع بتاعتنا اللي هي بقت بالمنظر ده كده، مقرمشة وجميلة. نحطها من كده جنب الفراخ بالشكل ده. نرجع نحط تاني حبة. كده نرجع نحط آخر حبة في الكيس. كده أكلة اقتصادية ومغذية والأطفال هيحبوها بالمنظر ده.